أيضا ينصح الصائم أن يكثر في صيامه من ذكر الله ليعظم سبقه في صيامه. قد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن طاعات عديدة من الصيام، قيل له: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. أخذ من هذا الحديث الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب قاعدة نافعة في العبادات كلها، أن أعظم الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم لله ذكرا فيها.